ياسين يعني بالعقل كده هلحق أنا أعمل كل ده لوحدي؟ إذا كان ساعة ما انضرب كنت عندك هنا إيه؟ مخاوي أنا أفكر في الحاجة تحصل على طول؟ شغل مخك شوية. يعني هي صدفة إنك تكلمني في موضوع ويحصل في ساعتها؟ آه صدفة، وياما صدف أكتر من كده كتير بتحصل. هعتبر إنها صدفة. مين غيرك له مصلحة إن عم حسن يختفي من على وش الأرض؟ لسه مغشوش فيه وفاكره ملاك بجناحات. عارف ياسين احنا طلعنا ما نعرفش حسن درغام ده نهائي، وحقيقته اللي ربنا كشفها قدامي تخلي عنده بدل العدو الف عدو. طب تعرف هو كان راجع منين ساعه ما انضرب؟ منين؟ كان راح يقابل شريف الغزولي زي الحراميه وتجار مخدرات. عارف ليه؟ كان عايز يشغله جاسوس علينا عشان ينقله كل الكلام اللي بيحصل في بيوتنا وشركاتنا وعربياتنا. عارف الراجل الغريب ده؟ اللي انا لسه عارفه من سنتين؟ ده اصيل وصانع عيش والملح والعشره، واداهم له بالادب، قال له عيب يا راجل، ده انت راجل محترم، ما يصحش.